وللحديث عن استغلال الميليشيات والأحزاب أزمة الجفاف والتعدي على الحصص المائية للمواطنين لا سيما في الجنوب وعدم تحرك الحكومة لمواجهة هذه الانتهاكات وموجة الجفاف، معنا من اسطنبول أحمد الغانم عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أهلا بك سيد أحمد، يعني بداية كيف يمكن لوزير أن يخرج بهذه البساطة ويعترف بالعجز في مواجهة المتجاوزين والحفاظ على الحصص المائية من تعدي من وصفهم بالمتنفذين في ظل موجة جفاف تهدد العراقيين بالعطش؟ حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، الكل يعلم أن من يحكم العراق اليوم هم الميليشيات الولائية التي تمتلك السلاح والقرار والدعم، والدعم يأتي من إيران. فلا قرار لأي مسؤول في أي وزارة أو مؤسسة في الدولة ما يخص الشأن العراقي، وهذا هذا لا يستغرب منه الشعب العراقي عندما يخرج وزير ويعلن عن عجزه في محاسبة أو مواجهة المتجاوزين على الحصص المائية. فجميع الحكومات المتعاقبة وخاصة الحكومة الحالية لا يهمهم ما يعانيه الشعب العراقي من مأساة وويلات، وهذا الجفاف الذي يصيب الإنسان العراقي حقيقة كارثة إنسانية تصيب الشعب العراقي. فهمهم الوحيد هذه الحكومات هو كيف الحفاظ على السلطة وسرقة أموال الشعب، ومن تكون الكتلة الأكبر داخل ما يسمى بالمجلس النواب لتشكيل حكومتهم. فأنا أؤكد للجميع، فالتجاوزات التي تحصل على حصص المياه هي جميعا من المتنفذين في الميليشيات والأحزاب المتسلطة على الأحزاب. نعم سيد أحمد، أعضاء الفرق الميدانية التابعة لمديرية مياه البصرة أكدوا تلقيهم تهديدات بالقتل وحرق منازلهم حال رفعوا التجاوزات. السؤال هنا، من يحمي هؤلاء ومتى يطبق القانون؟ بالتأكيد أعضاء الفرق الميدانية تلقون تهديدات بالقتل وحرق منازلهم وأمور أخرى تخص عوائلهم في حالة أكدوا على رفع هذه التجاوزات. نعم. من الترع المائيه اللي موجوده في البحيرات، بحيرات الاسماك وغيرها من المزارع. نعم. في ظل موجه شح المياه، هذه لماذا لم تتحرك الحكومه بشكل اسرع، خاصه ان النزاهه النيابيه اعربت عن صدمتها بعد الكشف عن دعوه الحكومه قبل ايام فقط لشركات غربيه بتقديم مقترحات لمعالجه الجفاف؟ أزمة الجفاف التي يعاني منها العراق سوف تؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة في حال استمرار الأوضاع الحالية، حيث انشغال الأحزاب السياسية المتسلطة على رقاب العراقيين بمصالحهم الشخصية وصراعتهم على السلطة واستمرار الخلافات وإهمالهم حقيقة وتجاهلهم هذه الأزمة. هذه الأزمة سوف تؤدي إلى آثار مدمرة وكوارث إنسانية على العراقيين، حيث أصبح العراق وبشكل سريع جدا خامس أكثر بلدان العالم متأثرا بالتبعات السلبية الحيطة للتغيير المناخي وخصوصا الجفاف. وهذا يؤكد الحقيقة العمل على ضعف السلطة في بغداد وعدم استطاعتها بالأخذ القرار الحقيقي الذي يتلائم مع هذه الأزمة. طيب، أمام هذه الأزمة والتنازل عن حقوق العراقيين المائية، كيف يمكن القبول باستمرار ذات وجوه العملية السياسية والأحزاب الحاكمة؟ أن هذه الوجوه الكالحة الحقيقة الآن في العملية السياسية الفاسدة فشلوا في حل هذه المشكلة وهذه الأزمة. وهذه الأزمة الحقيقة من خلال تفعيل الاتفاقيات التي تضمن حقوق العراق المائية مع بلدان المنبع. نعم. والتي تضمن تحديد حصص العراق المائية، وهذا يؤكد على ضعف الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة التي سبقت هذه الحكومة. نعم. وتؤكد عدم اهتمامها بمعالجة أزمة المياه. نعم. وما يعانيه الشعب العراقي مع قرب وقوع الكارثة، وما تزال هذه الحكومة ملتهية في خلافتها السياسية. نعم. فالحل الوحيد هو أيها العراقيين حقيقة هو الخروج بثورة شعبية سلمية لإسقاط هذه الأحزاب الفاسدة وهذه الوجود الكادحة التي كانت سببا في تدمير وخراب العراق. إلى السؤال الأخير سيد أحمد، يعني مع خروج العديد من التظاهرات في العديد من مدن ومحافظات العراق، هل يمكن أن تكون موجة الجفاف الحالية توازيا مع أزمة الكهرباء
هل يمكن أن تكون مقدمة لثورة وانتفاضة أكبر تختلف عن سابقاتها في ظل التفريط بحقوق العراق المائية؟ نعم، بالتأكيد هناك ثورة شعبية سلمية عارمة من أقصى شمال العراق إلى جنوبه، يشترك فيها كل أطياف الشعب العراقي لإسقاط هؤلاء الفاسدين الذين سلطوا على رقاب العراقيين ومحاسبتهم. فالحكومة الحالية وأحزاب الفاسدة كانوا متعمدة بعدم اهتمامها لمعالجة أزمة المياه وضعف السياسيين الفاسدين واهتمامهم بمكاسبهم الشخصية، فشلت في فرض أي ضغوط على دول المنبع. الجفاف وشحة المياه والتصحر حقيقة يا أخي هذه كارثة كبيرة تقع في العراق، بل كارثة إنسانية. نعم، إسقاط العملية السياسية ومحاسبة الفاسدين يجب، والذين فرطوا بحقوق العراق الماء يجب محاسبتهم والخروج حتى بانتفاضة كبيرة تؤدي إلى إسقاطهم وطردهم من العراق. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أحمد الغانم، شكرا جزيلا لك.